السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. في هذه الحلقة معي ضيفي الكريم في الفقرة الأولى الكابتن إسلام محمد الناقد الرياضي. أهلا وسهلا كابتن إسلام. كابتن أحمد أهلا بحضرتك، ربنا يخليك، وشرف لي أن أنا موجود مع حضرتك. حبيبي كابتن إسلام. كابتن اسلام، طبعا الاسبوع الاول بنهني طبعا فوز الاهلي والزمالك القطبين الكبيرين، فوز الاهلي على المقصه بثلاثه اهداف مقابل هدف، وفوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين نظيفين. طبعا تسمح لي بس في البدايه اتفضل ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بالثلاثيه التاريخيه اللي اتعملت دي. هي كانت هتبقى خماسيه، يعني لولا التاجيل اللي هو بتاع ماتش السوبر المصري والسوبر الافريقي كانت ممكن تبقى خماسيه. تمام، بس تسمح لي بس من منبرك الجميل ده ابارك لهم وابارك لمجلس الاداره. الناس دي تعبت. عايز اقول لحضرتك يعني بما ان الواحد متواجد دايما معاهم، اللي يشوف على الطبيعه غير الكلام. يعني لما تبقى متواجد حضرتك معاهم، لا بس الاهلي فايق طبعا. طبعا الاهلي طبعا فريق كبير طبعاً. وفريق عظيم. الاهلي فريق كبير والزمالك فريق كبير برضه، تمام، عشان ما ننقص برضه حق الزمالك. تمام. بس الاقدر مش هقول لحضرتك ان الاهلي كان مستواه كويس. تمام. يعني مش هقول لحضرتك، بس هي ماتشات البطولات دي. تمام، اللي يخطف. تمام، انت بتلعب على بطوله، تمام، يعني حضرتك بتلعب على بطوله، فطبيعي انك انت على قد ما بتقدر بتحاول انت ازاي تجيب البطوله. الزمالك برضو بنبارك مجلس الاداره الجديد برئاسه المستشار احمد بكر. طبعا من خلال حضرتك وانا بعت لهم مباركيه من على صفحتي الشخصيه برضو. تمام. احنا بنتكلم ان احنا ما فيش تعصب، مش عايزين تعصب. انا برضو من خلال منبر حضرتك ده عايز اقول ان في ناس هي اللي بتخلق التعصب يا كابتن احمد. بس فئه قليله طبعا بين الناديين. طبعا بس ما هو حضرتك بتقول فئه قليله، تمام. بس لما معلش برضو يعني لما يكون منبر اعلامي كبير واعلامي كبير، تمام، غير لما يكون اي حد ممكن يتكلم عادي على السوشيال ميديا. تمام. كابتن اسلام، عايزين نتكلم بقى عن كواليس واخبار النادي الاهلي طبعا والتعاقدات الجديده، وابتدي الدوري طبعا بدايه مباشره بفوزه على المقاصه بثلاثيه نظيفه او بثلاثيه مقابل الهدف. تمام، فعايزين نتكلم كده عن اخر الاخبار والمستجدات بالنسبه للنادي الاهلي. بما انك متابع طبعا ما بتسيبش الاهلي خالص؟ لا خالص. انا عايز اقول لحضرتك يعني موجود في التتش على طول بنسبة، يعني ممكن اقول لحضرتك بنسبة 95%. يعني لو ما رحتش مثلا يومين في الاسبوع او يوم اللي هي بتبقى بتاعت الماتشات دي، تمام، اكون ابقى متضايق من نفسي. لكن متواجد تدريبات ومباريات دايما الحمد لله. وعايز من عشان كده من خلال منبر حضرتك ده. تمام. لان في اشاعات كتير قوي بتطلع على الفريق، انا مش عارف مصدرها بتكون جايه منين. تمام، ولكن انت ملم طبعا بكل طبعاً حاجه بتواجدك مع الفريق. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. لان الموضوع ده اتفتح هنا في قناه الصحه والجمال برضه. تمام. تمام، مع احدى المذيعات الزميلات لحضرتك. تمام. مش عايز اقول مين اللي طلع اتكلم وهاجم مستر موسيماني، تمام، وقال عليه ان هو مدرب مش كويس. بس معلش، المفروض المدرب الناجح يتقبل نقد البناء. تمام. انا مع حضرتك جدا على فكره يا كابتن احمد، ومع وجهه نظر حضرتك. بس انت يعني معلش يعني اقنعني ازاي ان المدرب ده فاشل. يعني برضه يعني قول لي مدرب ما كملش شهرين. والله احنا لسه ما شفناش برضو يعني المدرب، يعني ايه الحاجه الثقيله بقى اللي احنا مستنيينها في انتظارها لكاس العالم للانديه. طبعا تمام. ده اللي حقيقي يعني. والراجل طلع بالمقياس الحقيقي. والراجل طلع بتصريح النهارده قال لك انا عيني ان انا مش هروح تمثيل مشرف. انا رايح عشان اخد بطوله. تمام. رايح عشان العب على رايح عشان انافس. هو الاهلي طول عمره كده يا كابتن احمد. تمام. الاهلي اي مكان بيخشه، اي بطوله بيخشها، تمام، بيروح بينافس عليها. بيروح عشان ينافس عليها. تمام. طيب بالنسبه برضو عايز اتكلم، ايه اخر المستجدات بالنسبه للفريق؟ هو في زي ما قلت لحضرتك في صفقه، بس الاهلي مش عايز يعلن عنها دلوقتي. تمام، يعني في صفقه بس اكيد صوبر. يعني الصفقه لا اكيد باذن الله. وفي مش يعني جنسيتها. طيب انا قلت في احدى القنوات في احدى القنوات. تمام. تمام، ان في مهاجم موسيماني مصمم عليه. ومش عايز اللي هو يعني مهاجم افريقي قوي جدا بيلعب. تمام. في الدوري الجنوب افريقي. تمام تمام. ومستر موسيماني كان عايزه اثناء الفتره اللي كان متواجد في سان داونز. لا لا. طبعا. لا لا، مش سيرينو. ماشي، مش سيرينو. ماشي، مش سيرينو. تمام. تمام. ومستر موسيماني كان عايزه وطلبه من النادي بتاعه. تمام، بس النادي كان متمسك بيه جدا، ولغايه دلوقتي مستر موسيماني متمسك بيه وطالب اداره الاهلي ان هي تخلص التعاقد معاه. تمام. وباذن الله ان شاء الله نلاقي حاجه حلوه باذن الله هتسعد جماهير الاهلي كلها. طب في حاجه غير المفاجاه ديت اللي هتتم من منبر حضرتك ده؟ عايز اقول لحضرتك ان الكيد ان شاء الله يتفتح 28 يناير.
وده خبر لحضرتك ان شاء الله 28 يناير اللي جاي ده، يعني 28 يناير 28 يناير عشان طبعا عشان الفرق اللي هتشارك في افريقيا. تمام. اهلي زمالك بيراميدز. بس هيكون للقسمين ولا القسم الاول فقط؟ لا ما هو لا لا هيبقى لا لسه ما تحددش، بس هو بنسبه كبيره عشان الفرق المشاركه في افريقيا فهيبقى بنسبه كبيره ممكن يكون القسم الاول. القسم الاول تمام. تمام ده هيكون ان شاء الله كده 28 يناير. واحد في خبر تاني برضو ده انفراد لحضرتك. تمام تمام. محمد شريف مد تعاقده 4 سنين النهارده. طب كويس النهارده. النهارده لسه ما نزلتش على السوشيال ميديا ولا تقريبا وانا داخل لحضرتك. وبرضه عايز اقول لحضرتك على حاجه عشان قبل 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 ما اطلع مع حضرتك لغايه وانا جاي تقريبا في الطريق في ناس بتقول لي لما بنزل حاجه انا على صفحتي الشخصيه تمام ده بيبقى اجتهاد مني شخصي انا لا امثل المركز الاعلامي للنادي الاهلي. ده اجتهاد مني انا شخصي طبعا كل واحد ليه مصادره. تمام. لان انا في ناس بتقول لي انت بتنزل الخبر وبيطلع صحيح فعلا. تمام بيطلع الخبر صحيح بس اكيد مش توقعات ولكن مصادره موثوقه طبعا. تمام. بس انا مش بتكلم على لسان المركز الاعلامي. تمام. طيب كابتن اسلام برضو عايزين نشوف في اي سلبيه في النادي الاهلي. حضرتك قلت لي برضو المكالمه برضو اللي كانت جمعتني بحضرتك الاسبوع اللي فات. تمام. على السلبيه وانا اتكلمت حضرتك فيها وقلت لحضرتك برضو ارضيه ملعب التتش. تمام. انما انا عايز اقول لحضرتك وطبعا انا اتمنى ان حضرتك طبعا تيجي وتزور النادي الاهلي. تمام كابتن. حضرتك هتيجي هتلاقي الدنيا كلها تقريبا مش عايز اقول لحضرتك جميله لان مفيش حاجه ورديه او أكيد او حلوه طبعاً. على طول لازم. تمام. بس هي بالنسبه للارضيه وبالنسبه للمدرجات الاسبوع اللي فات تقريبا في شغل عايز اقول لك شغل عالي قوي. ما انا عشان كده بقول لحضرتك في اشاعات كتيره قوي بتطول الفريق بتطول النادي. الكابتن محمود الخطيب تقريبا انا عايز اقول لحضرتك ما بينامش تطوير شغال يا صراحه حاجه وده ما بيجيش من فراغ اكيد طبعا. ده ما بيجيش من فراغ بالرغم الهجوم الشرس بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك انا جمعتني من كام يوم مكالمه بيني وبين احد الشخصيات المهمه جوه النادي بدون ذكر اسمه يعني. تمام. وعايز اقول لحضرتك ان البطوله كلها كانت كوم البطوله بتاعت بطوله افريقيا دي كانت مهمه قوي لان لو ما جاتش لو بطوله افريقيا دي ما كانتش جت كان هيحصل حاجات ممكن ما حدش يتوقعها. الناس عايز اقول لحضرتك متربصه لا في اي مكان تقريبا طبعا 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 طبعا. طيب الزمالك بقى نادي الزمالك نادي العريق طبعا وطبعا الزمالك بدا اولى مبارياته في القسم الاول بفوز غالي على المقاولين العرب بالرغم ان المقاولين العرب ند قوي. قبل بس ما نروح للزمالك اتفضل حاجه اخيره بس ماشي. مستر موسيماني تمام اللي يقرب منه ويشوف هو بيتعامل ازاي مع اللعيبه شخصيه جيده الراجل ده. يا كابتن احمد الراجل ده عايز اقول لحضرتك مش بيتعامل كان هو مدرب جاي من جنوب افريقيا وما يعرفش حاجه لا تمام. الراجل ده عارف تفاصيل تقريبا ممكن حد من هنا ما يكونش عارفها. الراجل بيتعامل على عامل النفسي قوي نفسيا مع اللعيبه كمان بيتعامل بطريقه الارتباط بالعامل النفسي ده مهم أول جدا ده أول طبعا نجاح. مهم جدا طبعا أول طبعا خطوط النجاح طبعا مهم جدا. تمام طبعا. طب نخش على بقى نادي الزمالك. نادي الزمالك انا زعلان بس على الحال اللي هو وصل له نادي الزمالك لكل يعني لكل جواد كبوه. طبعا. تمام. بس نادي الزمالك يستحق ان يكون عنده مجلس اداره منتخب مش مجلس اداره معين. نادي الزمالك ما يختلفش عن النادي الاهلي. لا نادي كيان نادي طبعًا كبير طبعًا, طبعا نادي الزمالك ومن خلال منبر ما فيش كره من غير الاهلي او الزمالك قطبين يا كابتن احمد وفي الوطن العربي وما ينفعش ان احنا نعمل تفرقه بينهم. ما ينفعش احنا بالعكس احنا لما بنطلع في اي مكان احنا اللي لازم نوعي الناس كمان يعني احنا مش عايزين اللي هو احنا نبذ التعصب احنا قاعدين نقول نبذ التعصب. طيب بس قبل ما ابدا معاك في الزمالك الخبر اللي حصل اللي هو بفتح باب الخيط 28/1 خلاص خلاص اكيد 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 اكيد, أكيد يا كابتن. تمام اتفضل. واحتمال ان شاء الله يعلنوا عنه خلال الوقت اللي احنا ممكن خلال الحلقه ان شاء الله باذن الله. تمام. برضو بالنسبه لنادي الزمالك طبعا نادي كيان نادي كبير طبعا نادي له جماهيره العظيمه الكبيره نادي له بنكن له كل تقدير واحترام طبعا نادي كبير. نادي الزمالك في هذه الفتره الحرجه بس بدا الحمد لله في الافاقه بفوز غالي على المقاولين. عفوا الفوز اللي جه امام المقاولين كان فوز مهم جدا. يعني الفوز ده لازم اللجنه الفنيه تمام لجنه الكره طبعا المتواجده كابتن ايمن يونس لازم اللجنه تشتغل على الموضوع ده لان الفوز ده مهم جدا. الفوز ده تبني عليه بقى
تبدأ تبني عليه. كل الناس كانت توقعت ان الزمالك ممكن يقع قدام المقاولين، بالرغم ان المقاولين فريق جيد جدا وخصم جدا عنيد. وعمل جدا وعامل وعامل بادئ في افريقيا تمام، عامل ماتشين عظام جدا، كسب 10-0 في الماتشين يا كابتن احمد. فريق مش سهل مهما كان الخصم اللي انت بتلعبه، فكونك انك تسجل 9 اهداف في مباراه تمام وما تستقبلش غير هدف واحد، فده يدل انك انت فريق قوي. معنى ان الزمالك يكسبه في عز الظروف اللي الزمالك فيها دي تمام، يبقى الزمالك جاي، وده اللي احنا عايزينه، المنافسه حلوه. انا مش عايز ان انا اخش مباراه او اخش بطوله تمام ما يكونش الزمالك منافسني، بالعكس انا البطوله لما انا كشخصيا لما البطوله بتيجي من الزمالك كمان بيكون لها طعم تاني. اكيد طبعا بتبقى حاجه كويسه وحاجه مفرحه. بالظبط يا كابتن احمد، لما البطوله بتيجي من اي نادي تاني بتكون بطوله ملاش عاديه، طعم. انت اتعودت، لا ملهاش طعم، اتعودت كمان لأن على طبعا كده. دول قطبين كبيرين طبعا، غير لما بتيجي من نادي الزمالك غير منافسه يعني شريفه طبعا. بس طبعا احنا من خلال حديثنا عن النادي الاهلي والزمالك، التحفيل او بمعنى صح الشكل الغير لائق على السوشيال على مواقع او مواقع التواصل الاجتماعي صراحه يعني شكل غير لائق، فيا ريت ما نلاقوش حاجه زي دي ان شاء الله في القريب. كويس يعني ان حضرتك فتحت الموضوع ده، وده اللي انا كلمت حضرتك فيه وبدات فيه تمام، وبدات حديثنا فيه، قلت لحضرتك ان موضوع نبذ التعصب تمام، في ناس بتقول نبذ التعصب، وانا قلت لحضرتك ان هم بيكونوا سبب في التعصب. اصل اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. المشاهد اللي بيشاهدني ده تمام، كل الاحترام ليه طبعا تمام، وانا من خلال حضرتك، انا لولا المشاهدين او المتابعين دول انا ما كنتش متواجد مع حضرتك دلوقتي، تاكيد طبعا، فكل التحيه والتقدير ليهم تمام تمام. فاحنا لما نقول نبذ التعصب، يبقى لازم الاعلام اللي طالع يبقى عارف الكلمه اللي هو بيقولها. اكيد اكيد. ليه؟ لان انت بتتابعك ملايين، صح. الملايين بتاخد من حضرتك، فلما يكون الكلام بتاع حضرتك باحترام عن الخصم بتاعك تمام، فانت طبيعي طبيعي صح. انت كمشاهد هتاخد منه، هتسمع له وهتتابعه تاني. اكيد الاعلام له دور طبعا ودور بناء بالظبط، من خلال منبر حضرتك من الشخصيات المحترمه حبيبي يا استاذ بجد والله العظيم. طب كابتن اسلام، بالنسبه للانديه الصاعده حديثا للدوري الممتاز، مفاجات، سيراميكا يفوز على الانتاج الحربي، يعني دي حاجه كويسه طبعا. سيراميكا يفوز على الانتاج الحربي، والبنك الاهلي يتعادل في اول مبارياته برضه مع وادي دجله. ايوه. رغم ان كان عامل مباراه، عايز اقول لحضرتك انا استمتعت بيها جدا، المباراه دي انا استمتعت بيها جدا. الفرق الصاعده يا كابتن احمد، يعني انا عايز اقول لحضرتك مش طالعين بس تمثيل مشرف كده، لا، شوف كم الصفقات اللي عملها البنك الاهلي وسيراميكا، لان المحل احنا جايين له، المحل نادي جماهيري جدا تمام، وانا بتمنى ان هو يكون المباراه متواجد فين بقى؟ مباراه غزل المحله، مباراه غزل المحله هتتلعب في استاد السلام تمام تمام، والمباراه الثانيه برضو من خلال منبر حضرتك هتتلعب على استاد المحله لو الموافقات الامنيه وافقت خلال الدور الثاني تمام. وعلى فكره عشان في ناس بس كابتن احمد فتحت موضوع الملعب تمام، وقالوا فين تكافؤ الفرص والكلام ده كله، موضوع الملعب ده تمام كان بالاتفاق بين اداره غزل المحله واتحاد الكره مع النادي الاهلي، يعني مش الاهلي مش طرف. المفروض في بيان بيطلع على السوشيال ميديا على القنوات بالظبط، انت بيان من النادي علشان الجماهير بالزبط تعرف الوضع شكله ايه عشان ما تؤخذ بمأخذ ثاني. بالظبط كلام حضرتك صح. بخصوص بقى نادي غزل المحله، ما فيش صفقات عملها، انا مش قلقان على البنك الاهلي ولا على سيراميكا، يعني انا كل قلقي بس على غزل المحله. هو النادي جماهير، النادي له، ما هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه. انا امنيتي طبعا وحضرتك اكيد واي مشاهد، الانديه الجماهيريه كابتن احمد ترجع اكيد صح. فين المنصوره المحله؟ الاولمبي ده منهور، الاولمبي برضه نادي كبير ده منهور، السويس طنطا، الانديه دي يا كابتن احمد ان شاء الله باذن الله نشوفهم يعني. وفي انديه تاني كتير بس الواحد ممكن ما يكونش فاكر ملم بكل الانديه، بس الانديه الجماهيريه مهمه جدا اكيد طبعا لها فالواحد بيزعل طابع معين كده، الواحد بيزعل الواحد بيزعل تمام لما بيلاقي نادي صعد وزي ما صعد زي ما نزل ما عملش حاجه. ادي بقى انا بالظبط، انا اتمنى ان المحله يفضل متواجد السنه دي. المحله لو قعد السنه دي يا كابتن احمد هتشوف، برغم المحله كان حاجه كبيره، برغم انه كيان المحله والبلديه، ده كان بعض الاهلي والزمالك كان المحله، يعني يروح استاد غزل المحله ده يبقى حاطط دي على قلبه. بالظبط كده، ده انا كنت لسه هكلم حضرتك فيه. فموضوع ارضيه الملعب حاليا في الوقت اللي حضرتك فيه ده مش فارقه تمام، لان مفيش جمهور يا كابتن احمد. بتلعب في المحله كانك هتلعب زي ما بتلعب في القاهره، مفيش جمهور، هو عامل الجمهور بس طبعا، نتمنى انه يرجع الجمهور طبعًا ان شاء الله طبعا من خلال حضرتك، اتمنى حتى لو بضوابط، يعني حتى لو بضوابط باذن الله
اتمنى بس خلال الفتره اللي جايه دي اتحاد الكوره واللجنه هي ما بقتش لجنه خماسيه خلاص، هي لجنه ثلاثيه. تمام تمام. اتمنى ان هم يشتغلوا على موضوع الجماهير ده، لان مهم جدا حتى لو بضوابط ان شاء الله قريبا باذن بإذن الله. ان شاء الله في القريب العاجل الجمهور يرجع باذن الله. باذن الله. ختاما كابتن اسلام، حابب توجه شكر خاص لمين وشكر عام لمين؟ طبعا انا زي ما قلت لحضرتك من شويه يعني، تمام، انا لولا الناس اللي موجوده وبتدعمني وفي ظهري، تمام، انا ما كنتش موجود دلوقتي مع حضرتك. تمام. انا مبسوط اني اول ظهور مع حضرتك، ده شرف ليا بجد يعني. حضرتك انا لبيت الرغبه تقريبا يعني، لبيت طلب حضرتك احنا شايفين على المواقع، شايفين على المواقع حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك كابتن احمد. والاخبار اللي انت بتنزلها صراحه الحصريه دي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فهو ده بس يعني الشكر عام بالنسبه للجمهور طبعا لجماهير السوشيال ميديا كلها اللي بتتابعنا والجماهير بصفه عامه. وعايز اقول لحضرتك اني مش اهلاويه بس اللي في ظهر اسلام التتش، مش اهلاويه بس، عايز اقول لحضرتك طبعا طبعا. واخيرا بس عايز اقول لحضرتك والدتي بشكرها وبقول لها يعني بجد والله يعني مش عارف اقول لك، ربنا يخليكي لينا. زوجتي وابني بجد والله، كل الناس يعني، انا مش عايز بس انسى حد، ربنا يخليكم. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الكابتن اسلام محمد. شكرا جزيلا كابتن محمد. شكرا يا كابتن احمد، وانا كنت سعيد اني مع حضرتك ومع قناه الصحه والجمال ومع مخرجنا الجميل حبيبي. طبعا هنطلع لفاصل، تقرير مصور من محافظه البحيره بقريه المجد ومباراه لقدامى اللاعبين بين منتخب السويس ومنتخب البحيره، وهنطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني ان شاء الله.